فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز ذبح الحيوان المريض لإراحته من مرض مستمر به؟ لا، لا يذبح إلا إذا كان للأكل، إذا كان يؤكل إذا ذبحه يذبحه، أما إذا كان لا يؤكل فإنه يتركه لمشيئة الله سبحانه، ربما إن الله عافيه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.